الأستاذ محمد أبو الوفا، عضو مجلس اتحاد الكرة. أستاذ محمد أهلا بيك. ازيك يا كابتن عبد الحميد؟ ازي حضرتك؟ عامل إيه؟ كل سنة وحضرتك طيب. تمام يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب، ومساء الخير عليك وعلى جمهورك وعلى قناة الأهلي وعلى كل مشاهدينها الكرام يا فندم. أهلا بيك يا أستاذ محمد، أهلا بيك. يعني كنت لسه بتناول خبر الاتحاد التونسي اللي بيعتبر لاعبي شمال أفريقيا لعيبة محليين اللي هم الجزائر والمغرب ومصر وليبيا. حضرتك شايف الخبر ده ازاي من وجهة نظر حضرتك الاول قبل ما اسالك على دور اتحاد كرة القدم في هذا القرار؟ في البداية طبعا حضرتك، انا هنا في شرم الشيخ عندنا فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وانا طبعا بتشرف بان انا بترأس وفد مصر هنا، وطبعا انا هنا معاهم ليا كام يوم. انا كنت اسالك على السؤال ده تاني سؤال بس ماشي. ما انا احنا انا هرد على، انا بس بقول لحضرتك ان اتفضل. انا موجود في شرم الشيخ، اكيد مش هنعديها طبعا اكيد، والاتحاد المصري لكره القدم لم يتناول اي شيء عن الخبر ده، لا من بعيد ولا من قريب. تمام، ده من جهه. من جهه تاني من وجهه نظري انا الشخصيه، ان ده كلام طبعا ما ينفعش يتعلن الا اذا درس عندنا في الجبلايه وخدنا بيه قرار، لانه طبعا قرار انا عن رايي انا ومن وجهه نظري ان هو طبعا الكلام ده كلام بعيد جدا وما حصلش، وما اعتقدش انه هيحصل ابدا، يعني لان احنا عندنا من اللعيبه الاجانب اللي يكفوا الدوري بتاعنا. والكلمه في الاول وفي الاخر لمجلس الاداره اذا عرض هذا الامر على مجلس الاداره، ولكن انا باكد لحضرتك ان مجلس الاداره لم يعرض عليه الامر لا من قريب ولا من بعيد، ولم يعني يتناول مجلس الاداره باي شكل من الاشكال. فعشان كده انا بعتبر ان الكلام في هذا السياق يعني كلام سابق لاوانه. وانا من وجهه نظري الشخصيه انه ما فيش حاجه من القرار ده خالص يعني. طب يا استاذ محمد، هو الاتحاد شمال افريقيا بيكون واخد ميثاق مثلا مع الدول اللي هي تونس ومصر والجزائر والمغرب وليبيا، بيكون واخد ميثاق معاهم ولا بيفعلوا القرارات دي بناء على ايه؟ بناء على موافقات من اتحادات مبدئيه مثلا؟ لا لا لا، لازم يكون في موافقه مبدئيه من الاتحاد، وطبعا ده ما حصلش. من ناحيه ثانيه ممكن يكون في مثلا بروتوكول بين لجنه الحكام مع بعض، انه يتبادلوا الحكام لما هم يكونوا عايزين حكام، احنا عايزين حكام، ده شيء عادي ومشروع. ولكن موضوع قيد اللعيبه الشمال افريقيا صعب قوي. لا موضوع صعب قوي. انا ما عنديش فكره عنه خالص. واتحاد الكوره لم يصل اي اي اي, أي لم يصدر اي قرار من هذا القبيل، ولم يعرض عليه اي حاجه من هذا القبيل. لكن لو اتعرض كابتن محمد، اعتقد ان هو قرار يعني صعب جدا بالنسبه للكره المصريه. لا انا من وجهه نظري ما اعتقدش ان هو يعني في حاجه زي كده خالص، كلام بعيد جدا جدا يعني. انا لا اعتقده ابدا ابدا. تمام، وانا بتفق مع حضرتك تماما، انا بتفق مع حضرتك تماما، احنا بنتكلم في المصلحه العامه. ان انا هنا اتفضل شيخ، لان انا فعلا ليا ايام هنا، ولو كان في حاجه في الاتحاد يمكن كنت عرفت، ولكن يجوز ان يكون في مثلا جواب جه الاتحاد او حاجه انا ما اعرفوش. ولكن الاكيد انه لم يصدر اي قرار، وما فيش اي اتفاقات ما بين الاتحاد المصري واتحاد اتحادات شمال افريقيا في هذا الموضوع يعني. تمام. طيب استاذنك بقى تكلمني عن كاس امم افريقيا للكره الشاطئيه اللي هيقام غدا باذن الله في مدينه شرم الشيخ. طبعا بكره ان شاء الله افتتاح بطوله كاس الامم الافريقيه المؤهله لكاس العالم في شرم الشيخ، وهتبدا هيبقى اول مباراه بين منتخب المصري ومنتخب المغرب. تمام، لان احنا معانا في المجموعه منتخب المغرب ومنتخب كوت ديفوار وموريشيوس. وفي المجموعه الثانيه في السنغال ونيجيريا وليبيا وتنزانيا. تمام، واملين ان شاء الله ان احنا نكون اول مجموعه ان شاء الله، ونلعب الدور النهائي عشان يكون في، انت عارف الاول والثاني بيتاهلوا لكاس العالم. بالظبط بالظبط، هيكون ان شاء الله املين ان احنا نحقق انجاز جديد للكره المصريه، وتاهل منتخب الشاطئيه لاول مره في تاريخ مصر لكاس العالم، خصوصا ان احنا البطوله اللي فاتت اللي اقيمت في نيجيريا كان سنه 2016، برضو انا كنت بتشرف ببعثه الوفد المصري او المنتخب اللي كان في نيجيريا،
وكنا قاب قوسين او ادنى من الوصول للمباراه النهائيه، ولكن خسرنا في الدور قبل النهائي من السنغال، وحصلنا على المركز الثالث بعد الفوز على المغرب. وأملين ان شاء الله بقى السنه دي الوضع هيكون هنا مختلف، لان البطوله في مصر على ارضنا وبين جمهورنا اكيد، وأملين ان شاء الله ان احنا نبلغ المباراه النهائيه، وان شاء الله ناخد كاس افريقيا ونوصل لكاس العالم ان شاء الله. اكيد اكيد يا رب يا رب. الجو عندك كويس يعني؟ الدنيا كويسه الحمد لله. الجو بالنسبه للولاد هايلين، والولاد حاسين ومدركين تماما قيمه المسؤوليه الملقاه عليهم، ومستعدين وجاهزين، وان شاء الله ان شاء الله يوم الجمعه الجايه نفرح مصر كلها بالحصول على كاس البطوله والتاهل لكاس العالم ان شاء الله يا رب. اما بالنسبه للطقس هنا فالطقس جميل جدا يعني، غير القاهره خالص. انا عارف الشرم الشيخ طبعا يعني الجو حلو يعني دافئ يعني مش برد ولا حاجه، مش بس برد، والجو كويس وكل الاجواء هنا كويسه خالص. يا رب يتملكوا ان شاء الله على خير يا استاذ محمد. استاذ محمد ابو الوفا عضو مجلس اداره اتحاد الكره، شكرا جدا لحضرتك، كل التوفيق لحضرتك في هذه المهمه الصعبه ان شاء الله.